بص، العقرب بقى طبعا انت عارفه العقرب ده برج مخيف شويه اصلا. ما تقولي لحد ان انت برج العقرب تحس ان هو بيرجع لورا كده، سنه عقرب. هو مخيف، بس العقرب برضو فيه تركات كده لطيفه. عقرب مثلا رومانسي جدا، بصي من هنا لحد بكره الصبح هو مائي بقى. فالابراج المائيه دي يعني رومانسيه والحب، دول مش بيتحركوا بعقلهم الا بيحركهم قلبهم. يعني هم يعني بتاكلي بقى دماغهم بالكلام الحلو والرومانسيه والاهتمام. يعني اي برج مائي الطريق الى قلبه الاهتمام والحنيه والرومانسيه يعني. بتهيالي اي بالظبط يعني. بس لا، دول الموضوع بالنسبه لهم يعني لا مهم يعني. اساسي. بالظبط اوكي. كده، هم اللي بيحركهم مشاعرهم يعني. تمام. العقرب برضو من الابراج الذكيه جدا، ودايما عنده حاسه سادسه. يعني من الابراج اللي عندهم روحانياتهم عاليه جدا وعندهم حاسه سادسه برج العقرب. دايما لما بيحس بالحاجه بتحصل. وذكي يعني، لماح وشكاك جدا جدا يعني. ده من عيوبه ان هو شكاك يعني. مش بيثق في الناس بسهوله يعني. العقرب شخصيه غامضه، مش بيدي ثقته للناس بسهوله يعني. ميزان مثلا تلاقيه واخد الموضوع بسلاسه، ويعني بيدي الثقه الى ان يثبت العكس. لا، العقرب عكس كده تماما. العقرب شايفك وحش الى ان تثبت العكس. العقرب من الابراج الناجحه، شخصيه قويه، شخصيه قياديه، واثق في نفسه جدا، اتراكتيف يعني. انا فكره من الابراج الاتراكتيف دي حاجه برضو احب اقولها. برج الميزان والعقرب الاثنين دولت عندهم جاذبيه، تحس ان هو شخص جذاب طول ما انت قاعد معاه، انت مبسوط وعايز تسمع له، بيشدوا فعلا جدا. ودمه خفيف جدا. وميزان كمان دمه خفيف يعني. دول من الابراج اللي يعني بيحبوا يهزروا، وعندهم روح الدعابه والنكته يعني. في ناس تيجي تهزر تحس ان ماشي، لا العقرب تحس ان هو بيعرف يهزر، بيعرف امتى يقول الافيه وامتى يسكت يعني. اعتقد احمد حلمي عقرب. احمد حلمي ومنى زكي و منى لا زكي. ناس هم دول عقرب وعقرب. هم ما شاء الله علاقتهم ناجحه جدا يعني. لا، العقرب بيعرف يتعامل، ويعرف يتعامل مع كل شخص بطريقته. والعقرب على قد ما هو شخصيه قياديه وشخصيه قويه، متواضع جدا على فكره يعني. عمرك ما تلاقي عقرب تحس ان هو مغرور. فكري كده في اي حد تعرفيه عقرب، هتحس ان هو شخصيه متواضعه قوي قوي يعني، مش مغرور اطلاقا يعني. طيب الصفات الوحشه اللي فيه بقى. شكاك، انتقامي بقى يعني. ايوه بص، الحته دي. العقرب بقى هي دي مشكلتي يا جماعه. برج العقرب، برج العقرب من هل الابراج. سمعته فعلا كده ولا هي هو بس مظلوم؟ العقرب، بصوا العقرب حنين وطيب وجدع، بس وانس ان انت جيت جرحته او جرحت حد بيحبه يعني، مش مع نفسه بس. العقرب على فكره من الابراج البروتكتيف، اللي هي بتحب تحمي الناس اللي بتحبها. فلو انت جيت على حد تبعه، ساعتها هينقلب وهيتحول، وتحسي بقى ان هو لا حقي يعني حقي، ويبقى مؤذي ساعتها. بس طول ما هو انت بعيد عنه وكويس معاه، عمره ما يأذيك. بالعكس، ده جدع جدا وصاحب صحابه. وصديق وفي جدا. على فكره انا ماي بيست فريند مها برج العقرب يعني. انا احنا اصحاب من 15 سنه. لا، هي عمرها ما تقلق يعني. لا خالص، برج العقرب وانس ان انت ماشي كويس معاه هو كويس، بس لو انت اذيته ما بيسيبش حقه. ما بيسامحش بسهوله كمان العقرب يعني، مش سهل يسامح يعني.